البداية مع فريق الرجال لكرة اليد بالنادي الأهلي اللي خسر أمام فريق ماجدبرج الألماني بنتيجة 28-24 في نصف نهائي بطولة كأس العالم للأندية سوبر جلوب اللي بتستضيفها مصر بالعاصمة الإدارية الجديدة وبتختتم فعاليتها يوم الخميس المقبل، وبينافس على البرونزية أمام فريق برشلونة غدا. أيضا فاز فريق رجال كرة اليد بنادي الزمالك على نظيره كاليفورنيا الأمريكي بنتيجة 41-23، وده في إطار تحديد المراكز من الخامس للتاسع في بطولة كأس العالم للأندية سوبر جلوب اللي بتستضيفها مصر بالعاصمة الإدارية الجديدة. أما فريق إنتر ميلان الإيطالي فقد حقق الفوز على فريق النجم الأحمر الصربي بأربعة أهداف مقابل لا شيء خلال أحداث المباراة اللي جمعتهم على ملعب سان سيرو ضمن منافسات الجولة الثانية من مرحلة الدوري بمسابقة دوري أبطال أوروبا. فريق بروسيا دورتموند فاز على فريق سيلتيك الاسكتلندي فوزا مدويا بسبعة أهداف مقابل هدف واحد، وده في المباراة اللي جمعت الفريقين على ملعب سيجنال إيدونا بارك في الجولة الثانية من مرحلة الدوري لمسابقة دوري أبطال أوروبا. أما فريق مانشستر سيتي الإنجليزي فقد حقق الفوز على سلوفان بيرتسلافا السلوفاكي بأربعة أهداف مقابل لا شيء، وذلك في إطار اللقاء اللي جمع ما بينهم ضمن مواجهات الجولة الثانية من منافسات جولة الدوري من مسابقة دوري أبطال أوروبا. فريق أرسنال فاز على فريق باريس سان جيرمان بهدفين مقابل لا شيء في إطار الجولة الثانية من مرحلة الدوري ببطولة دوري أبطال أوروبا على ملعب الإمارات بالعاصمة الإنجليزية لندن. أما فريق برشلونة الإسباني فقد حقق الفوز على فريق يونج بويز السويسري بخمسة أهداف مقابل لا شيء، ده في إطار المباراة اللي جمعت ما بين الفريقين على ملعب مونتجويك ضمن منافسات الجولة الثانية من مرحلة الدوري في مسابقة دوري أبطال أوروبا. فريق باير ليفركوزن فاز على فريق اي سي ميلان بهدف واحد مقابل لا شيء، وذلك في إطار المباراة اللي جمعتهم بالجولة الثانية لمرحلة الدوري ببطولة دوري أبطال أوروبا على ملعب باي أرينا.